تحية طيبة لكل مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغريت ومستمعينا عبر أثير أمواج اف ام بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. حلقتنا لهيدا اليوم خصصناها للحديث عن واقع التربوي في محافظة اللاذقية. نحن بنعرف مع بداية كل عام دراسي تبدأ مديرية التربية العمل كخلية نحل وعلى قدم وساق استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد لكل الفئات الدراسية. للحديث عن التحضيرات من قبل مديرية التربية استقبالا لهذا العام يسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ أكسام غانم المكلف بتسيير أمور وأعمال مدير التربية في تربية اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اسمح لي بداية أستاذ وجه تحية كبيرة لكل المعلمين والمدرسين والإداريين دائما الموجودين اليوم لبناء هؤلاء الأجيال لبناء الأبناء اللي هم من المستقبل. بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، يعطيكم العافية. بدأ العام الدراسي، الله إن شاء الله يكون هيك نجاح مكلل لطريقكم. طبعا مشاهدينا ومستمعينا دائما للتذكير يمكنكم التواصل معنا على الرقم المباشر 2-129-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع حلقتنا لليوم. رح أرجع أكرر الرقم 2-129-200. بدي أقول لك العام وانتم بخير، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. مدرسينا، معلمينا، كادرنا الإداري اليوم اللي هو على أهبة الاستعداد اليوم من 1-9 انطلاقاً لاستقبال العام الدراسي الجديد. الإجراءات أستاذي الكريم المتخذة لاستقبال هذا العام. نعم، على بداية نهنئ أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور بافتتاح العام الدراسي الجديد، متمنين لهم التفوق والنجاح. آمين. الاستعدادات التي قامت بها المديرية التربية في اللاذقية، طبعا هذا العام وككل عام تقوم مديرية التربية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انطلاقة سلسة للعام الدراسي. الإجراءات كثيرة، الأهم منها كان هي الأعمال الصيانة للمدارس. كما هو معروف بعد الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا كبيرة في المباني المدرسية على مساحة هذه المحافظة، خرج عدد كبير من المدارس أو المباني المدرسية خارج الخدمة. نعم. وقامت مديرية التربية طبعا بسعي دائم وعلى مدار العام بأعمال الصيانة والترميم وفق الإمكانيات المتاحة. وكان هناك مساعدات من منظمات دولية ومنظمات عربية وجمعيات محلية ساهمت بشكل كبير بإعادة الكثير من مدارسنا إلى الخدمة. نعم. هذا كان هاجس العاملين في مديرية التربية، تأمين البناء المدرسي اللائق والمريح. ثانيا، ما يخص استقرار العملية التعليمية، قامت مديرية التربية بإنجاز كافة تشكيلات تنقلات المدرسين والمعلمين والإداريين، وأيضا قمنا بالتعميم على المدارس أو تعميم التعاميم الوزارية والتعليمات الوزارية الخاصة بتعليمات القيد والقبول لصف العاشر والصف الأول. وكان هناك متابعة لاستكمال تسجيل الطلاب في الصفين الأول والصف العاشر. العاشر، نعم. 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 طيب أستاذي الكريم، اليوم أعداد المدارس، اليوم أعداد الطلاب ضمن المحافظة، وذكرت حضرتك في كثير من المدارس عادت إلى الخدمة بعد الأعمال الصيانة اللي جرت خلال العام الماضي بعد أحداث الزلزال. طبعا بقي لدينا حوالي 40 مدرسة تحتاج إلى تدعيم وإلى صيانة وترميم. أعداد المدارس طبعا عاد قسم كبير من المدارس كما قلت إلى الخدمة، وبقي فقط 40 مدرسة وهي حاليا قيد الترميم. طبعا هناك كما قلت مدارس تم الانتهاء من صيانتها من أعمال الصيانة، وهناك مدارس قيد الترميم، ومدارس موضوعة بالخطة للترميم. نعم.
نعم، وإذا اليوم عادت المدارس تقريبا كلها إلى الخدمة، غير اللي ذكرتهم حضرتك. نعم. في البداية، وهذا بشكل أريحية اليوم بالدوام بتوزيع الطلاب، لأنه بنعرف بالفترة السابقة في طلاب انتقلوا من مدارس إلى مدارس، اليوم بيرجعوا لمدارسهم أستاذ كريم، بيعودوا لمناطقهم. كل المدارس طبعا كان هناك حل إسعافي بعد الزلزال مباشرة. تم نقل طلاب من مدرستهم إلى أقرب مدرسة. نعم. وخصوصا بالريف، يعني عمليات النقل كانت في الريف أكثر من المدينة. تم نقل الطلاب، وبعد أن انتهت عمليات الترميم والصيانة سيعود الطلاب إلى مدارسهم التي كانوا يدرسون بها. نعم، جيد هذا الكلام. أعمال الصيانة أيضا الدورية أستاذ الكريم، نعرف أنه هي بتشغل حيز من اهتمامات مديرية التربية، اللي هي بما يتعلق بالبنى التحتية للمدارس، الحمامات، الخزانات، المياه. أيضا اليوم نحكي عنها، أيضا إلى أين وصلتم في هذه الإجراءات؟ طبعا وجهت من بداية استلامي لمهامي بالاهتمام بالمرافق الصحية بالدرجة الأولى، والاهتمام بالنوافذ والأبواب، باعتبار أنه نحن على أعتاب الشتاء، والمدارس الريفية البعيدة طبعا هناك الطقس بارد، طبعا وهناك أعمال عزل يمكن أن نقوم بها على قدر الإمكانيات المتاحة. نعم، الكتاب عفوا تفضل كتاب استاذ الكتاب المدرسي ايضا دائما نحن بنشوف، خاصه طلاب الاول والثاني دائما بيكون بانتظار الكتاب المدرسي. نحن بنعرف انه الصفوف للصف التاسع، خلينا نحكي شوي هيك بالعاميه، هن بيستلموا كتبهم المدرسيه من المدارس. نعم. اليوم هل الكتب المدرسيه اصبحت جاهزه لاعداد الطلاب، مؤمنه بجوده يعني بنوعيه جيده اليوم لطلابنا؟ نعم. نحن طبعا في مديرية التربية محكومون بما تورده لنا مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية، طبعا ووفق الإمكانيات المتاحة لديها. هناك خطة تقوم بها مؤسسة المطبوعات وتوزع على مستودعاتها على مساحة المحافظة، لدينا في جبلي والقرداحة ومدينة اللاذقية والحفة وحتى منطقة اللاذقية في كرسان، لدينا مستودعات في متوزعة على كامل جغرافية المحافظة. طبعا الكتب التي تردنا من مؤسسة المطبوعات نقوم بتوزيعها وفق خطة توزع، طبعا خطة معممة على المدارس. يقوم أمين المكتبة ومدير المدرسة بإعداد قوائم الطلاب وتصديقها أصولا من مديرية التربية، ويستلم الكتب المخصصة لمدرسته وفق الإمكانيات المتاحة أو الأعداد المتاحة، ويستلمها من مستودعات الكتب القريبة وتوزع على الطلاب. وهنا طبعا يجب أن نتحدث في جزئية بسيطة. تفضل. دائما ترد إلى مديرية التربية شكاوى من بعض أولياء الأمور بأن الطالب الفلاني أخذ كل كتبه جديدة، بينما الطالب الآخر كتب قديمة. طبعا نحن لا نقبل بهذا الشيء، يعني نحن عممنا ووجهنا لجميع إدارات المدارس وأمناء المكتبات بأن يكون مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع هو الأساس. نعم. بمعنى أن من كل لكل طالب حقه عدد معين من الكتب الجديدة والكتب المدورة أو الكتب القديمة، وأن يكون للجميع أن يكون متساوم بهذا التوزيع. نعم. نعم إن شاء الله. هذا طبعا يعني هلا هو الفكرة الأساسية أنه يكون الكتب موجودة اليوم ضمن المدارس، يعني مع بداية العام الدراسي ما يكون في تأخير. وكما علمت بأن كل المدارس استلمت حصتها من الكتب. نعم.
طبعا كل ما يردنا من مؤسسة الكتب والمطبوعات سنقوم بتوزيعها وتقوم بتوزيعها وفق الخطة الموضوعة لذلك. وأي شكاوي من الأهل بخصوص الكتب؟ ذكرت حضرتك في تعميم أنه يتوجه لمدير المدرسة. مبدأ العدالة طبعا مبدأ نعم. العدالة مطلوب في توزيع الكتب القديمة والجديدة، وفي حال كان هناك خلل في أي مدرسة سيحال الموضوع للتحقيق، يعني للرقابة الداخلية للتحقيق. نعم. طيب استاذ الكريم، كاميرا قناه اوغاريت من خلال زميلتنا دارين عارف رصدت لنا استطلاع من ميدان العمل، الاجراءات المتخذه من قبل مديريه تربيه اللاذقيه واقسامها لاستقبال العام الدراسي الجديد. خلونا نتابع سوا بالدقائق القادمه وراجعين. نحكي عن كيفية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد. كبداية عام دراسي 2024-2025 انتهينا من إنجاز التشكيلات وانتقال المعلمين من بحسب طلبهم، وانتهينا أيضا من إنجاز تشكيلات وضع تحت التصرف بعد إنهاء العمل الإداري أو تحديد مركز عمل بحسب، إضافة إلى ترميم الشواغر الإدارية وخاصة بعض الكتب الوزارية المتتالية أو المتوالية لإنهاء العمل الإداري من اختصاصات العلمية. حدث لدينا شواغر إدارية كثيرة في بعض المدارس، عملنا على الترميم وما زلنا نعمل على ترميم الشواغر من أمين سر إلى أمين مكتبي إلى أمين مخبر وما شابه. اجتمعنا مع السيد مدير التربية منذ يومين ووجهنا وأعطانا توصيات بمتابعة المدارس، متابعة استلام الكتب من قبل مديري المدارس في من مستودعات المطبوعات المدرسية. انطلقنا في هذا العام، بدأنا باجتماعات على مستوى مدراءنا المندبين إلى جميع المدارس الخاصة وإلى الرياض الخاصة لمتابعة أو للإشراف على تطبيق الخطة الدرسية في جميع مدارسنا، وأيضا قدمنا بعض التوجيهات لزملائنا الموجهين الاختصاصيين والتربويين المشرفين مباشرة على هذه المؤسسات الخاصة لمتابعة أيضا تطبيق الخطط وتطبيق أيضا التعليمات الوزارية والأنظمة المنصوص عنها في المرسوم 55 وتعليماته التنفيذية. بخصوص الاستعداد للعام الدراسي، كانت معظم الصيانات متجهة نحو صيانة الأبواب، النوافذ، دورات المياه لتكون سالكة، بالإضافة لإعادة تفعيل بعض المدارس التي ما زالت خارج الخدمة. رح يتم وضعها بالعمل التربوي خلال الأسبوع القادم، منا في منا أهل المنظمات، منا التربية، منا مديرية الخدمات الفنية، بالإضافة لمحاولة تأمين غرف مسبقة صنع المدارس التي ما زالت خارج الخدمة. وإن شاء الله بتكون العام الدراسي معظم المدارس تكون جاهزة مع ضمن الإمكانيات المتاحة. طبعا كان في تحضيرات قبل الأسبوع الإداري بالتشكيلات بترميم المدارس الثانوية بالإداريين، زائد ترميمها بالمدرسين الاختصاصيين كل ثانوية، طبعا عن طريق التوجيه وعن طريق المدراء المدارس تم تقديم طلبات لدائرة الثانوي بخصوص الشواغر الموجودة عندها، إن كان إداريين وإن كان مدرسين. بالنسبة للمرحلة الثانوية، القيد والقبول لطلاب الصف العاشر أيضا تم دراستها بحسب المواقع الجغرافية الموجودة بالمحافظة، وتم على أسرها تسجيل الطلاب بالثانويات حسب كل طالب مكان سكنه والمدرسة التي يرغب بها وقربها من مكان الحلقة الثانية اللي كان عم يتعلم فيها بالتعليم الأساسي. الإشراف على عمل المدراء باستقبال الطلاب واستقبال الأهالي وتنظيف وتعقيم المدارس، طبعا هذا عمل روتيني نقوم به كل عام ونحن مشرفون على ذلك والأمور بخير إن شاء الله. وجودنا هون نحن متابعين لعمل المدراء في المدارس، والفرز يتم في مديرية التربية، يعني كل المدراء وأمناء السر يأتون إلى مديرية التربية ونقوم بالفرز بإشراف موجهين اختصاصيين وبدقة متناهية. أنوه إلى أن كل شعبة هناك 5 مقاعد لأبناء المعلمين و4 مقاعد لأبناء الشهداء، والحالات الخاصة طبعا تنويه أخير، حالات الخاصة محددة من قبل الصحة المدرسية المركزية في دمشق تحدد الحالات الخاصة جدا التي يمكن أن تحويل إلى التعليم العام.
تابعنا سوا أستاذي الكريم التحضيرات القائمة بكل قسم من الأقسام. في أقسام قالوا إنه هن بلشوا حتى قبل أسبوع من الأسبوع يعني من الدوام الإداري. نعم. خاصة بمجال أعمال الصيانة والهي اللي إن شاء الله مع بداية العام بتكون منتهيين منها تماما. أيضا من الشيء اللي بيشغل أيضا هي توزيع الحصص الدرسية ضمن المدارس. يا ريت نحكي عن هذا الشق بعد إذنك. تعمم وزارة التربية قبل بداية كل عام دراسي جديد خطة درسية، وهذه الخطة الدرسية تتضمن عدد الحصص المقررة لكل مادة ولكل صف. طبعا إدارات المدارس وفي الأسبوع الإداري اللي نحن فيه حاليا، طبعا الأسبوع الإداري يدام فيه الإداريون والمعلمون والمدرسون. يجتمع المعلمون والمدرسون مع الإدارات ويقومون بتوزيع الحصص الدرسية والصفوف في الأسبوع الإداري ووضع برنامج أسبوعي للمدرسة بالاتفاق مع إدارات المدارس، طبعا بين الكادر التربوي والكادر التعليمي والكادر الإداري. نعم. وليكونوا جاهزين في يوم عودة الطلاب، يعني الأحد القادم يوم عودة الطلاب للبدء بالدروس مباشرة، ليكون البرنامج الدراسي جاهز. هل هذا البرنامج أستاذ الكريم يتوافق بين المدينة والريف؟ طبعا لا، بكل تأكيد ما ينطبق على مدارس المدينة ينطبق على مدارس الريف، ولا ولا يوجد فرق بين التعاطي أو التعاطي بين مدارس الريف ومدارس المدينة، فكلها سواسية. سواسية، نعم. أنا من الفكرة أنه بيكون ربما أعداد الطلاب ضمن الريف أقل ضمن المدارس، ربما تختلف يعني الأعداد الطلاب هي التي تختلف. لا علاقة لعدد الطلاب بالبرنامج الأسبوعي، فالشعب الصفي شعب صفي، سواء كانت 20 طالب ولا 30 طالب، ما نفس الحصص، نفس الحصص الدرسية المقررة طبعا. نعم. لكل مادة هناك حصص مخصصة أسبوعيا. نعم. طيب مدرسين أستاذي الكريم، هل المدرسين الاختصاصيين كافيين أم نحن عندنا نقص بالمدرسين الاختصاصيين ضمن المدارس؟ يعني من حسن الحظ بأن تربية اللاذقية لديها وفرة بأعداد المدرسين من كافة الاختصاصات، ونحن لا نعاني نهائيا من نقص بأعداد المدرسين أو المعلمين، ولكن أحيانا يحدث بأن يكون هناك خلل في مدرسة معينة لأسباب طارئة، خروج أحد المدرسين خارج الخدمة أو الانتهاء خدمته بسبب التقاعد، استقالة، وفاة، أو حالات إنهاء الخدمة المعروفة. هنا يحدث أحيانا خلل في هذا الاختصاص أو هذه المادة، وطبعا فورا يقوم الموجهون الاختصاصيون بملء هذه الشواغر، ونحن في جميع المواد نقوم بملء هذه الشواغر من داخل الملف وليس من خارج الملف. من داخل الملف. نعم، لأن لوجود أعداد وفيرة من كل الاختصاصات. هلا بعض الاختصاصات مثل مادة الرياضيات والتربية الدينية والتربية الموسيقية نضطر لتكليف معلمين أو مدرسين من خارج الملاك لملء هذه الشواغر، وهي قليلة ونادرة. نعم، هذه يعني نادرا لا تصير. استاذ الكريم، انه نحن بنعرف اليوم في مع بدايه العام الدراسي بيجي طلبات بالنقل من محافظه الى محافظه، اليوم بخصوص موافقات النقل بالنسبه للمعلمين، الوضع تحت التصرف، هذه الامور ايضا هل يعني تؤثر على العمليه التدريسيه او على وجود الاختصاصيين؟ هلا حددت وزاره التربيه موعد تقديم طلبات النقل الخارجي من 1/4 وحتى 30/6 من كل عام. من المفترض أن المدرسين والعاملين في القطاع التربوي أن يتقدموا بطلبات نقل خارجي طبعا من محافظة إلى محافظة ضمن هذه المدة. تقوم مديريات التربية بدراسة هذه الطلبات بعد استكمال الثبوتيات والإجراءات، كون السادة المحافظين هم
مفوضون بالموافقة على طلبات النقل أو على النقل من محافظة إلى أخرى، ترسل القوائم، قوائم الأسماء للعاملين المتقدمين بطلبات نقل إلى المحافظات المراد النقل إليها، وهي تقوم أيضا بدورها بدراسة هذه الطلبات وفق ثلاثة معايير، هي توفر الحاجي بالدرجة الأولى، والشاغر على الملاك العددي، والاعتمادات المالية. في حال توفرت هذه الشروط يتم استكمال إجراءات النقل طبعا، ويحتاج أيضا إلى بعد إصدار قرار النقل ترسل قرارات النقل إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشير القرارات. عند تأشيرها ترسل نسخة مع صاحب العلاقة إلى المحافظة التي انتقل منها، وينهي ارتباطه في مديرية التربية المنقول منها، يقوم بانفكاك وإجراءات الانفكاك وبراءات الذمة ونقل الراتب إلى آخره من إجراءات إدارية روتينية. نعم. طبعا هلا هون نحن في هالموضوع هذا أحيانا ما يصير فيه تأخير كتير، مثلا أنا في حتى إذا قلنا من 1/4 حتى 30/6 يحق للعامل أن يتقدم بطلب نقل. تمام. طبعا من خلال عملي في مديرية التربية كنت ألاحظ بأن معظم طلبات النقل تأتي ب 30/6 مثلا، يتقدم آخر يوم. بآخر يوم أو قبل كم يوم. طبعا بيأثر كثير. طبعا هون يحدث تأخر باستكمال الإجراءات. الشيء المريح الذي لا يحدث أي خلل أن معظم المتقدمين بطلبات نقل من محافظات أخرى إلى محافظات إلى محافظة اللاذقية هم من المحدد مركز عملهم لدينا، لأن هني موجودين حكما لدينا ويداومون في مدارسهم. وهنا عندما ينهي استكمال إجراءات الانتقال إلى المحافظة يقوم بوضع نفسه تحت التصرف، وهنا مديرية التربية تقوم بتعيينه في نفس مدرسته اللي هو موجود فيها استمراري، يعني يبقى لا يكون هناك انقطاع ما بين الوضع تحت التصرف وإصدار التشكيل. نعم. لا يحدث، يعني هي هذا الخلل قل ما يحدث ولو حدث تأخر بإجراءات النقل. نعم. هيدا بما يخص أستاذ الكريم النقل من محافظة إلى محافظة. نعم. اليوم التنقلات ضمن المدينة أيضا تشغل حيز أيضا من آلية عملكم. طبعا لا، انطلاقا من مبدأ أن كل مدرس أو كل معلم من حقه الطبيعي أن يكون في أن يداوم في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه. طبعا هذا حق مشروع حتى لو كان معين حديثا، يعني ومن حقه يكون جنب بيته يعني أو بيئته بمزرعته إلى ما هنالك. طبعا لا يمكن تحقيق هذا المطلب للكل للجميع. مثلا لدينا نقص بأعداد بعض أعداد المدرسين في بعض المناطق مثل مثلا ريف جبلي البعيد وريف القرداح البعيد. سبقتني بقصة الريف، كنت أسألك عن الريف البعيد. هلأ لعدم وجود مدرسين اختصاصيين في تلك المناطق نلجأ إلى إرسال مدرسين من مدينة جبلي أو مدينة اللاذقية إلى الريف البعيد لتغطية النقص الحاصل بهذا الاختصاص. طبعا يتقدم من حق أي عامل كما قلت أن يتقدم بطلب نقل، وفي كل عام نحن نستقبل طلبات النقل بفترة معينة من السنة، أيضا من 1/4 حتى 30/6 بنسميها طلبات نقل داخل. هذا العام أو العام بالصيف الماضي قمنا بعقد اجتماعات مع المنسقي المواد لوضع أسس ومعايير للتنقلات الداخلية، وكانت هناك أسس يعني تحقق مبدأ العدالة بالتنقلات.
أنا يعني أقول كل من تقدم بطلب نقل له حق النقل، ولكن هل نستطيع تلبية جميع الرغبات؟ هذا بيعتمد على المعايير التي تم وضعها، بيكون في لها دراسة معينة. طبعا حددنا طبعا أن يجب أن يتم النقل أولا بناء على طلب، يعني أن يكون المدرس أو المعلم قد تقدم بطلب نقل. لا يتم النقل إلا في حال توفر البديل، يعني أنا صحيح حقه وعنده قدام وموجود في قرية بعيدة، أنا لا أستطيع نقله إلا بدون تأمين البديل. نعم. بدي أنقل مدرس رياضيات. من المفروض يكون يترك فراغ بالمكان اللي بده؟ مهما كانت الأسباب الموجبة لنقله، فلا أستطيع نقله إلا بعد تأمين البديل. وكما قلت، بما أنه لدينا وفرة بأعداد المدرسين، فنحن ملزمون بتأمين البديل من داخل الملاك حكما. يعني أنا لا أستطيع أن أرسل مكلف لغة إنجليزية أو فرنسية أو تاريخ أو جغرافيا إلى مكان بعيد وأقوم بنقل مدرس من داخل الملاك. المكلف يعني المدرس المكلف من خارج الملاك قد لا تعجبه الأجور، قد يلاقي صعوبة إن لم يكن من نفس القرية أو نفس أو قريب من المدرسة. نعم. قد يترك في نصف الفصل وأنا لا أستطيع أن أقوم بأي إجراء حياله. فالحل الأمثل يكون من ضمن الملاك. طبعا من داخل الملاك. تأمين البديل من داخل الملاك. نعم. وأيضا توفر الشاغر، يعني أنا كمان بدي أنقله لمكان أنا بحاجته. نعم. طيب أستاذ الكريم، أيضا كاميرا قناة أوغاريت زميلتنا دارين عارف رصدت لنا آراء المعلمين بالتشكيلات والتنقلات، وطبعا كان لهم مطالب تستدعي الاهتمام، خلونا نتابع سوا. كمديرية التربية قمنا بجنب كافة إجراءات لاستقبال العام الدراسي من أجل طلابنا الأعزاء والمعلمين، إصدار تشكيلات وتجهيز المدارس التي تضررت أثناء الزلزال ضمن الإمكانيات المتاحة. فنتمنى من المسؤولين والمعنيين القائمين أن تأمين القرطاسية، تأمين وسائل نقل للطلاب الذين سيأتون من الريف إلى المدينة، تسهيل أمورين ومراعاة اللباس المدرسي. يعني أنا مع الحرص على اللباس المدرسي وليس التخفيف، والانضباط في المدارس. بالنسبة للقرطاسية، نحن عنا نقص كتير بالقرطاسية. يعني أنا كمدرسة السنة الماضية كان كل القرطاسية حسابي مثلا. حتى الطلاب يعني في معاناة كتير بتأمين موضوع القرطاسية. يعني اللي عنده ولدين أو ثلاثة أمر كتير صعب تأمين القرطاسية لإلهم، ويعني بنتمنى أنه يتم دعم شوي للأهالي بهذا الموضوع وحتى للمدارس. أهم شيء بالموضوع أنني أمنوا الكتب ويأمنوا مسلكيتهم يعني بشكل عام، لأنه هلأ بتروحي على المدارس بتحسي في نقص بكل شيء، نقص بالكتب، نقص بالمنهاج، نقص بكافة المواد المدرسية، حتى الكتب المدونة، يعني حتى كل شيء بتلاقي فيه. يعني الأهالي شايفه الظروف صعبة هلأ شوي، ونحن بأزمة وطالعين من أزمة إن شاء الله منتصرين، فشوي الأمور صعبة على الناس، فلازم من وزارة التربية تنظر للموضوع بشكل جدي، يعني تاخده بعين الاعتبار أكثر من هيك. الكتب حتى الكتب المكررة عم يعطوا إياها ما بينقرا فيها أبدا ولا بأي شكل، يعني بس إنه الكتب يعني أكتر شيء. والمقاعد، في مقاعد كمان كتير مكسرة، وهي يعني في مدارس بدها كتير تحسين وخاصة بعد الزلزال. يعني هلا نحن عم نداوم دوامين، يعني مثلا أنا كإدارية بمدرستي كتير عم يتأخر البريد ليوصل لعندي، مدرسة سلمان العجي بالزراعة، لا بريد ورقي ولا بريد إلكتروني. فأنا مثلا مطلوب مني هلأ أني أنا أسلم كتب خلال الأسبوع الإداري للطلاب. أنا كيف ممكن بلغ الطلاب وهن بالضياع يجوا لعندي يستلموا الكتب؟ هي أول مرة بتصير أنه خلال الأسبوع الإداري بدني يستلموا الطلاب الكتب بحياتها ما صارت. الأسبوع الإداري للمعلمات والإداريات. باقي التجهيزات يعني بتمنى يكون في شوية تدقيق مثلا على موضوع نظافة المدارس، مثلا قرار الشهادة التاسع. مثلا أنا ابني صف تاسع لهلأ ما بنعرف شو بده يصير بشهادة التاسع، وأنه يكون الكل مستعد لهي اليوم، وكونه أنه تأخر شوي تعليم يعني افتتاح المدارس، يعني قليل أسبوع غير السنوات الماضية، فلازم يكون كل شيء جاهز، يعني الكتب المدرسية بكل أنواعها، ثانوي وابتدائي وإعدادي، والقرطاسية كمان تكون موجودة ومتوفرة، الحقائب المدرسية كمان ضرورية كتير.
أكيد يعني بنتمنى أنه يعني يكون مثلا في اهتمامات بالمدارس بأنه يبعثوا مثلا مواد تنظيفية أكثر، كراسي أكثر. عندنا مشكلة بمواعين الورق وبهالقصص، بأمور الخراطيش، بأمور، بس عدا عن ذلك الأمور التدريسية الثانية والأمور النظامية الحمد لله المدرسة اللي أنا فيها تمام، عن غيري ما بعرف. لازم يكون في اهتمام الطلاب من الأنسات طبعا والإدارة كمان، يعني الطلاب تعرف جيل فتح كتير لازم يكون في تطور أكثر من هيك واهتمام أكثر، ومن ناحية الأهالي كمان لازم يهتموا بأولادهم أكثر من هذا. أستاذي الكريم، تابعنا سوا آراء بعض المدرسين وطلباتهم بخصوص المدارس اللي هن موجودين فيها، هن بيمثلوا حالات المدارس هن موجودين فيها. حضرتك كنت عم تسجل أثناء الاستطلاع مطالبهم، يا ريت تعطينا تفاصيل أو يعني تعليقك على هذه المطالب. نعم، هلا كان طبعا كل النقاط التي أثيرت هي نقاط هامة، ولكن الأهم كان تأمين وسائط النقل لزملائنا المعلمين الذين يذهبون للتعليم في الريف، في مدارس الريف البعيد. طبعا هنا في لدينا طبعا وجهنا إدارات المدارس بأن تقوم بإرسال كتب رسمية ولتأمين وسائط النقل، ونحن نقوم بدورنا بإحالتها إلى محافظة اللاذقية، إلى العضو المختص في محافظة اللاذقية، عضو المكتب التنفيذي. وطبعا هنا يكون في بعض وسائط النقل التي تقوم بتغيير الخطوط التي تحتاج إلى تنظيم وقونني من قبل محافظة اللاذقية طبعا. وكما لاحظت بأن محافظة اللاذقية يعني مشكور جدا السيد محافظ اللاذقية الذي يدعم العملية التعليمية ويدعم مديرية التربية في كل الإمكانيات المتاحة، وأيضا أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة الكل متعاون لإنجاح العملية التعليمية ولكي تسير العملية التعليمية بشكل هادئ وبشكل مستقر. نعم. طبعا هون في المحافظة كما قلت تقوم بالموافقة على تغيير خطوط السرابيس إذا بدي أقول أنا لنقل الطلاب ونقل الكادر التدريسي الذي يذهب من المدينة إلى المدارس البعيدة. نعم، هيدا بما يتعلق القرطاسية. نعم. للمدارس أستاذ الكريم، إذا كانت ضمن المطالب إن كان بخصوص يعني فصلوا بعضهم إن كان أقلام أو أقلام لوحية. هلا الأقلام الأقلام التي يستخدمها المدرس للكتابة على السبورة البيضاء. هنا في إذا بدي أحكي عن النشاط وتعاون، المبالغ التي يدفع الطلب هي ضئيلة جدا، وقد علمت بأن هناك صك تشريعي يحضر أو قيد الدراسي بهذا الخصوص برفع قيمة النشاط والتعاون، يعني بيرفع هذا بقيمة النشاط والتعاون، بيأثر إيجابا سيساهم طبعا زيادة القرطاسية للمدرسة، شيء طبيعي. وهناك الكثير من المدارس فيها ندوان، ومن حق المدرسة جزء من ريع هذه الندوات وتقوم بشراء مستلزماتها من ريع هذه الندوات. وأيضا مديرية التربية دائما وأبدا وليس حديثا هذا الموضوع تقوم برفض أو تزويد مدراء المدارس بإعانات من مواد تنظيف أو أساس مدرسي، كراسي أو طاولات، وأيضا ورق، يعني تساهم مع وفق الإمكانيات المتاحة أيضا. بتم توزيع هذول مع بداية العام الدراسي أستاذ الكريم واللي بشكل دوري خلال المدير طبعا أي مدير بحاجة يكون بحاجة إلى هذه المواد يتقدم بطلب
ويحال إلى الدائرة المختصة وتقوم بتأمين وفق الإمكانيات المتاحة. إذن هي بناء على طلب من إدارة المدرسة طبعًا. للاحتياجات طبعًا. الناقصة ضمن المدرسة طبعًا. هون بيرجع المسؤولية مدير. على المدير بإبلاغكم بالنقص الموجود. طبعاً عليه أن يتقدم بطلب وفي حال توفرت هذه المادة في المستودعات نقوم بتسليمها لإدارة المدارس. نعم. أيضاً المدرسة اللي تحدثت عن تأخير البريد الورقي والإلكتروني لتسليم الكتب خلال أسبوع، يا ريت توضح لنا هذه النقطة. مو تسليم كريم. الكتب أنا فهمت منها تسليم البريد يعني تعاميم أو كذا. تمام. التوضيح عند حضرتك. يعني ما لفت انتباهي بأنها في مدرسة سليمان العاجي يعني وهي من أقرب المدارس إلى مديرية التربية. بريد المدارس في المديرية في ديوان المديرية لكل مدرسة هناك إضبارة يوضع فيها البريد الورقي. يقوم أمين السر أو مدير المدرسة بمراجعة المديرية كل أسبوع ويستلم البريد من إضبارة المدرسة. نعم. هذا ورقيا. إلكترونيا يعني إدارات المدارس أو كل دائرة، دائرة الأساسي ودائرة الثانوي والتعليم المهني والتعليم الخاص، كل الدوائر التي تشرف على المدارس لديها مجموعات على الواتساب، وجميع المدراء هم من أعضاء في هذه المجموعات ويقوم وأنا أيضا عضو في هذه المجموعات، فأتابع ما ينشره رؤساء الدوائر أو المسؤولين عن الصفحة، فمباشرة هم يقومون بنشر أي تعميم بوضعي على هذه المنصة ويصل إلى مدير المدرسة بلحظتها. نعم. يعني وهذه طريقة سريعة لإيصال الشكوى. طبعًا. يعني طبعًا. احنا اليوم أتواصل عن طريق الواتس بنقدر نوصل الشكوى. أنظمة قوانين إلى آخره، مهما كانت البريد يوضع على منصة الواتساب الخاصة بهذه المجموعة. نعم. طيب استاذ الكريم، أيضا من الأمور اللي يعني اللي كانت شغلة موضوع الاستطلاع هي النظافة. نحن نعرف دائما أن النظافة هي مطلب هام لكل طبعًا. الأشخاص، ونحن نعرف أن مديرية التربية خصصت جزء من برنامجها بموضوع النظافة هو تعقيم المدارس، وخاصة بعد فترة الكورونا صار في مرحلة من التعقيم قبل بداية العام الدراسي. اليوم أيضا النظافة هي شاغل لكل الأهل ولكل الأبناء. آلية المراقبة اللي بتتبعوها اليوم ضمن المدارس للحفاظ على نظافة المدارس، متابعة الإدارات لهذه المدارس بالشق النظافي. طبعا في لدينا نحن دائرة الصحة المدرسية ولديها خطة على مدار العام تقوم بزيارات ميدانية إلى المدارس وتطلع على الواقع الصحي وواقع النظافي في المدارس. وأيضا دائرة الجاهزية عممت على المدارس على إدارات المدارس الاهتمام أو العناية بنظافة الخزانات ودورات المياه وجميع المرافق في المدرسة. ولدينا في جميع المدارس المستخدمون الذين يقومون بأعمال النظافة، وفقط هو عملهم هو الاهتمام أو العناية بالنظافة، نظافة الغرف الصفية والممرات والمرافق الصحية من دورات مياه ومغاسل إلى آخره. نحن ما فينا نغفل دور الطلاب اليوم، نحن اللي لازم نشاركهم بالعملية اليوم لأنه هي نوع من التربية والأخلاق وأيضا مساعدة للمدرسة. أحسنتي، لأنه هون أنا بتوجه لأولياء الأمور طبعًا. يعني أنه يوصوا أولادين يعني كما يهتم هي البيت الثاني طبعا كما يهتم التلميذ أو الطالب بنظافة غرفته عليه أن يقوم بنظافة الغرفة الصفية التي يجلس بها تقريبا 5 ساعات يوميا، وهنا يساهم أصلا أو في عملية النظافة ويقلل جهد
لكادر القيام بهذه العملية ويهذب النفس عند الطفل. هي طبعاً من طبعاً هي تربية يعني. أنا بعتبرها من الأشياء الجميلة اللي ممكن يتعلمها الطفل. جميلة جداً طبعاً. نعم. وهي ضرورية جداً. نعم أستاذ الكريم، وأثناء الحلقة وصلنا استفسار عبر صفحتنا على الفيسبوك لأحد المتابعين اللي هو عم يتابع صفحتنا الآن، هو تساؤل بخصوص مدرسة الكرمل، ربما هي يعني مدرسة الكرمل بشأن الدوام، هل يمكن أن يصبح دوام واحد هي دوامين أو؟ هلا دوامين تقدم من يومين ولم أكن في المديرية، كنت باجتماع خارج المديرية، علمت بأن عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بمعروض لجعل دوام الحلقة الأولى في صباحي ودوام الثانوي في الدوام الثاني أو الدوام بعد الظهر. طبعا أحلت الموضوع إلى اللجان والدوائر لدراسة هذا الطلب، وسنتخذ القرار المناسب في وقته المناسب. نعم إذن هي ضمن الدراسة اليوم. نعم. للشخص اللي بعت لنا الاستفسار عبر صفحتنا اليوم، إذن الموضوع هو ضمن الدراسة طبعاً. الأستاذ على اطلاع عليه، تم تقديمه من يومين وهو ضمن الدراسة. بآخر محور بدنا نحكي فيه أستاذنا الكريم اليوم، هو محور كتير مهم، دائما نحن بنشوف اهتمام كبير من مديرية التربية بإعداد وتأهيل المدرسين دائما بشكل دوري وفق دورات نظامية متتالية، حتى المشرفين الاختصاصيين والمشرفين النفسيين والاجتماعيين ضمن المدارس. نعم. بيخضعوا دائما لدورات تأهيل وتدريب مواكبة خلينا نقول الحداثة والتطور في آلية التعامل اليوم مع أبنائنا. أهمية هيدي دورات اليوم وآلية المتابعة الحقيقية لها. طبعا ضمن خطة وزارة التربية لتدريب وتأهيل جميع كوادرها، طبعا تحدثت عن المشرفين والمدرسين و حاولت تشمل كل الاختصاصات يعني والموجهين، يعني لم تذكري المثقفين الصحيين. تفضل. نعم. في عنا بالمدارس مثقف صحي هو يتابع الأمور الصحية في المدرسة، وقامت وزارة التربية بتدريب أكثر من 1000 مثقف صحي ليكونوا جاهزين ويتابعوا الأمور الصحية في المدارس. طبعا الدورات التي أقيمت في الصيف الماضي أو الصيف الذي قبل بداية هذا العام. أيوة. كان هناك دورات نوعية. هلا أهم طبعا جميعا مهمة، ولكن كان المميز فيها أن وزارة التربية أقامت دورات على بناء أو كيفية بناء الاختبار المؤتمن. نعم. ودعونا صحيح. جميع المدرسين الاختصاصيين الذين يدرسون الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، وتم إخضاعهم لدورات بهذا الخصوص، وكان طبعا وليس فقط لبناء الاختبارات المؤتمتة ولكن أيضا القلق الامتحاني. وقلت طبعا القلق الامتحاني الذي يرافق الامتحانات، كان هناك دورة بهذا الخصوص، وأيضا كان هناك دورات شبه مركزية يعني شارك فيها الكثير من المحافظات الأخرى وأتوا إلى اللاذقية. وكانت هناك دورات بالتعليم المهني ودورات بدمج التكنولوجيا بالتعليم، وهي دورات هامة جدا، دورات مدربين. نعم. وأيضا هناك دورات للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، وعملية التدريب والتأهيل هي عملية مستمرة، كل يوم هناك شيء جديد في كل مجالات الحياة والعلم. نعم. وأيضا دور التعاون مع الإعلام ودور يعني هذا الدور المهم اليوم لإيصال كل ما هو جديد، الاطلاع على آلية العمل اليوم، دور التعاون مع الإعلام. لا هلا انتوا بدكم تجاوبوا ما انا بجاوب، شو كيف شفتي انت؟ تمام. يعني نحن بالنسبة لنا ولكن اليوم على الإعلام. نعم. تماما على الإعلام الوطني طبعا. نعم طبعا.
وليس فقط يعني برأيي أن يكون الإضاءة على الأمور الإيجابية، وأيضا نحن بحاجة إلى أن يكون هناك أي حالة خلل أو أي خلل موجود في أي مفصل من مفاصل العمل التربوي، أتمنى أن يتم إعلام مديري التربية فيه أو إيصاله ليتم معالجته وبسرعة. ونحن هي عملية تشاركية، واجب مشترك بين الطرفين اليوم، ولكن التعاون بيسهل هذه العملية وبيخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. طبعا، وأنا سعيد كتير بعلاقتي مع الإعلام ومع المركز الإذاعي والتلفزيوني، وأنا مستعد بأي لحظة وبأي وقت مستعد لأن أكون برفقتكم أو معكم. نحن نتشرف بوجودك يعني أستاذ الكريم بأي مجال تريدونه في مجال العمل. نحن نتشرف بوجودك أستاذ الكريم، نقول لك الله يعطيك العافية، مشكور الجهود المبذولة، شكرا على التوضيح لأهم الأمور. طبعا نحن بنعرف أنه قطاع مديرية التربية وآلية عمله هي أوسع وأشمل، ويعني إسا عندكم كثير من الطريق الطويل أثناء العام الدراسي من تنظيم المدرسين والدروس والتسرب المدرسي وغيره، اللي هي من مهامكم، اللي أكيد رح نكون نحن على اطلاع معكم خلال العام عن آلية المحافظة على هؤلاء الأبناء اللي أنتم مهمتكم الأساسية هن بنات هؤلاء الأجيال. شكرا كثير لوجودك معنا الأستاذ أكسم غانم، المكلف بتسيير أعمال مدير التربية في مديرية التربية اللاذقية، نورت حلقتنا. شكرا لك. شكرا لك. الشكر الأكبر لكل مدرسينا ومعلمينا ولكل الكادر الإداري ولطلابنا. رح نقول لكم كل عام وأنتم بخير، والشكر الأكبر لكل متابعينا ومستمعينا. أكيد برنامج بخدمتكم مستمر معكم. إلى الحلقة القادمة، إلى اللقاء.